الشمس ليها اضرار كتير على البشره، هي اللي بتسبب التصبغات وكمان التجاعيد المبكره. اوبتيمالز منزل لنا كريم حمايه من الشمس بعامل حمايه 50 هيحمينا من اضرار الشمس اليو في اي واليو في بي. كمان في مضادات اكسده عشان يقلل ظهور التجاعيد في البشره، مناسب لجميع الاعمار ولجميع انواع البشره. الكريم ده حجمه صغير علشان اقدر اخده معايا في الشنطه. طريقه استخدامه بحطه كل يوم الصبح قبل ما انزل بثلث ساعه. مهم جدا ان انا اجدد الحمايه طول فتره ما انا في الشمس. لو انا بشره بيضاء هجدد كل ساعتين، ولو انا بشره سمراء هجدد كل 3 ساعات. اوبتيمالز بعامل حمايه 50 هيحافظ على بشرتك من التصبغات ومن التجاعيد. لازم تجربه.